التراث والآثار هما بمثابة الشاهد الأساسي على تاريخ الأمم وحضارتها. الاحتلال الإسرائيلي يعلم ذلك جيداً، فوضع منذ عام 48 خطة إبادة ثقافية ممنهجة شملت المواقع الأثرية والمباني التراثية التاريخية والدينية، وذلك من أجل محو الإرث التراثي والثقافي للشعب الفلسطيني وتحويله إلى أكوام من الأنقاض. ابتدت تلك الخطة حتى أحداث 7 من أكتوبر وما تلاها، حيث صادف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية، أبرزها تل رفح الفلسطينية، وهو موقع أثري يعود للفترتين اليونانية والرومانية، وتل العقول الذي يمثل تاريخ غزة في العصر البرونزي الوسيط والمتأخر. كما استهدف الجامع العمري في حي الدرج، وهو أحد أكبر المساجد في غزة، وشهد في الفترة الأيوبية، وجامع الشيخ سليم أبو مسلم في بيت لاهيا، وجامع كاتب الولاية بغزة، وهو طراز مملوكي عثماني، وأيضا مسجد السيد هاشم، ويضم قبر جد الرسول هاشم بن عبد مناف. وتعرضت كنيسة القديس بيرفاريوس بحي الزيتون للتدمير، وهي أقدم كنيسة في غزة، كما تم تدمير المدرسة الكاملية بصورة كلية في حي الزيتون، وتنسب إلى الملك الأيوبي الكامل الذي شيدها سنة 1237 ميلادي. طالت عمليات التدمير عدداً كبير من المتاحف والمجموعات الأثرية التي تقدر بنحو 12 متحفاً، أبرزها متحف قصر الباشا، وهو مبنى تاريخي من الفترة المملوكية، ومتحف دير البلح ومتحف القرارة. حملة إبادة ممنهجة وموجهة للاحتلال الإسرائيلي تصادف قطاع الثقافة والتراث ومحاولات لمنح الذاكرة الوطنية والهوية الفلسطينية، إلا أن سياسات الاحتلال لن تغير الحقيقة الأزلية والأبدية أن فلسطين للفلسطينيين، فهم أهل البلاد وأصحابها.